تعالوا نتعرف على آخر كواليس مهرجان العالمين ونروح مباشرة لزميلتنا فاطمة خليل اللي هتقول لنا على آخر التفاصيل والأجواء هناك. مساء الخير يا فاطمة، وإيه الأخبار عندك النهاردة؟ إيه الجديد في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة؟ مساء الخير يا ليلى، ومساء الخير على كل متابعي ومشاهدي القناه الاولى وبرنامج العالمين. وزي ما انت شايفه انا دلوقتي موجوده في المنطقه الترفيهيه والشاطئيه، وفي الخلفيه فريق او فرقه الانفوشي للفنون الشعبيه التابعه لقصوره ثقافه بتعرض عروضها وسط اقبال جماهيري كبير جدا. وزي ما كل يوم بقول لك ان فعلا المنطقه الشاطئيه خلاص بقت مكان التقاء المواطنين، بقى كلهم بقوا عارفين المواعيد الخاصه بكل الفعاليات، يعني من 9:30 لازم كل المواطنين وكل بيلتقوا هنا في المهرجان علشان يشوفوا ويتفرجوا على فعاليات السيرك اللي كانت من شويه كانت موجوده، وكانت فعاليات مميزه جدا. والمميز فيها ان الشباب والرجال والكبار هم اللي كانوا مستمتعين اكتر من الاطفال كمان بالعروض اللي كانت موجوده في السيرك القومي. ودلوقتي عروض فرقه الانفوشي للفنون الشعبيه شغاله ورانا في الخلفيه، وفي جمهور كبير جدا ومتنوع من كل بقى الفئات العمريه والفئات الثقافيه والاجتماعيه المختلفه. في بقى زي ما انتم شايفين رجال كبار وسيدات ونساء واطفال كلهم مستمتعين بالعروض اللي كل يوم بتبقى مقامه هنا في مهرجان العالمين في نسخته الثانيه في المنطقه الشاطئيه. وخلاص بقينا كلنا عارفين، انا دلوقتي كنت قاعده مع اسره لقيتهم خلاص هو ده بقى مكان الالتقاء بتاعهم، بقوا بيجمعوا نفسهم كل يوم الساعه 9:30 عشان يشوفوا الفعاليات اللي موجوده في المهرجان. ففي فعاليات كتير وفي اقبال كل يوم بيزيد يوم عن يوم. الفعاليات زي ما بقول لك الرياضيه موجوده من الصبح ليه بالليل، وكل يوم لما باجي سواء الصبح او بالليل هنا في المنطقه الشاطئيه بلاقي عشاء لعبه البادل من الولاد والبنات موجودين على طول بيلعبوا بادل. ففي فعاليات كتير جدا، وزي ما انت قلتي في الانترو يا ليلى النهارده في الحلقه ان احنا فعلا ايام قليله بتفصلنا عن وجود وبدء مهرجان باي ذا سي او مهرجان الطعام اللي هيكون فيه فعاليه كبيره جدا لكل عشاق الطعام، وفي اكلات مختلفه ومن كل المطابخ العالميه. وزي ما اداره المهرجان اعلنت على صفحه رسميه لمهرجان العالمين في نسخته الثانيه، قالت ان كل مكان ليه اكله، لكن مهرجان او مدينه العالمين الجديده مليانه بالاكلات الحلوه، لان فعلا مهرجان العالمين ومهرجان بايت باي ذا سي او مهرجان الطعام هيقدموا مجموعه كبيره جدا من الاطباق المتنوعه من الاكلات المتنوعه من كل دول البحر المتوسط. وده هيكون طبعا مع الجمهور اللي هيتذوق ويحكم بنفسه على هذه الاطباق وهذه النوعيات من الاكلات المختلفه اللي هتكون يوم الجمعه اللي جاي 16 اغسطس. وهتستمر فعاليات مهرجان بايت باي ذا سي او مهرجان الطعام من اول يوم الجمعه القادمه لحد اخر فعاليات المهرجان يوم 30 اغسطس ان شاء الله. فاطمة، لمهرجان نبته، هو مهرجان فاطمة يعني قبل ما تكلمينا عن مهرجان نبتة، فعلا زي ما بتنقلي لنا دايما الصورة في عدد كبير من الناس وراكي في الخلفية، وباين ان في اقبال بيتزايد يوم بعد يوم، لكن على مدار اليوم كانت ايه اهم الحاجات اللي موجودة النهاردة والانشطة اللي كانت موجودة؟ على مدار اليوم كان في النهارده كورال فريق الاسكندريه جامعه الاسكندريه كان بيحيي حفل على المسرح الروماني للاحتفاء والاحتفال باوائل الثانويه العامه. على مدار اليوم كانت الفعاليات الرياضيه مستمره النهارده، ومنذ قليل كان في فعاليات للسيرك القومي، وزي ما انتم شايفين برضو فعاليات لقصور الثقافه الدائمه، كل يوم فرقه فنون شعبيه مستمره. ففي فعاليات كل يوم جديده ومختلفه، وكل يوم مفاجاه من اداره المهرجان يا ليلى. وخليني اتكلم برضو عن مهرجان نبته اللي هيبدا من يوم 15 اغسطس وهيستمر لحد 18 اغسطس القادم ان شاء الله. مهرجان نبته عباره عن مسابقه للشركات والشباب من مقدمي محتوى الاطفال، محتوى خاص للاطفال، وهي مسابقه كبيره جدا هتقام علشان يشوفوا اكتر حد هيقدم محتوى لائق يليق بالطفل المصري، لان هدف المهرجان او مهرجان نبته واداره مهرجان العالمين هو الطفل المصري عموما والاهتمام بالطفل. فعلشان كده عاملين المسابقه دي. وكمان احمد امين الفنان، طبعا احمد امين رئيس مهرجان نبته، صرح وقال ان مدينه العالمين الجديده هتكون بدايه للمهرجان، لكن بعد انتهاء مهرجان العالمين هيجوب مهرجان نبته كل محافظات مصر ان شاء الله تباعا. فدي فرصه كبيره جدا لاكتشاف مواهب الاطفال، لاكتشاف مواهب الشباب والشركات، اللي من اجل صنع محتوى لائق يليق بالطفل فعلا ويهتم بالطفل المصري. كمان احنا على موعد ب
انطلاق مسرحية تلفزيون زي ما انت قلت في مسرح الخيمة داخل مهرجان العالمين، وهتكون على مدار 3 أيام، وهي بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض. أما بقى في نورث سكوير مول فهتكون مسرحية الستات عايزة إيه، ودي يعني فعاليات كلها كبيرة جدا. وفي انطلاق كمان فعالية لمحترفين كرة السلة تكون يوم السبت القادم، ففي فعاليات كل يوم جديدة، وإدارة المهرجان كل يوم بتفكر في أفكار جديدة ومختلفة ومفاجآت كتير لحد آخر يوم من أيام المهرجان. وزي ما أنت شايفة فعاليات كتيرة قوي، وفيها كلها أنشطة وفيها بهجة وفيها تواجد كبير جدا من الجمهور والمواطنين والأسر. وفي عجل، العجل ده بصراحة أنا عجبني جدا شخصيا، بيفكرني بأيام زمان وإحنا صغيرين. ففي استمتاع كده لكل أفراد الأسرة موجودين هنا داخل المهرجان، وكل يوم بيحضروا الفعاليات، وبقوا خلاص هم عارفين سكادول المهرجان أو جدول فعاليات المهرجان، فخلاص ده مكان التقائنا كل يوم. وكل يوم بتزيد الأسر تباعا، يعني يا ليلى يعني كل يوم بنتكلم على منطقة شاطئية، بقت خلاص الناس أو المواطنين بقوا عارفين المكان اللي هم هيتبسطوا فيه فين. فأكيد المنطقة الشاطئية والمنطقة الترفيهية مليانة بالفعاليات المختلفة، فيها مهرجانات، فيها المكتبة المتنقلة كمان موجودة بره في باركينج المكان، وكمان شارع الخدمات الصحية موجود في المكان بيقدم خدماته الصحية لكل المواطنين بالمجان. ففي كل يوم فعالية وكل يوم جديد موجود هنا داخل المنطقة الشاطئية، فعشان كده خلاص المواطنين والأسر بقوا عارفين إن ده مكان الاستمتاع، مكان الإمتاع بتاعهم والبهجة، وأكيد هيبقى مكان مصيف رائع إن هم ينزلوا من بيوتهم علشان يجوا هنا المنطقة الشاطئية داخل مهرجان العالمين للاستمتاع ومشاهدة كل هذه الفعاليات المختلفة والمتنوعة. وأنا دايما معاكم لنقل هذه الفعاليات لحظة بلحظة. أنا بشكرك جدا يا فاطمة على يعني تلخيصك لأهم الأحداث، وكمان تلخيصك للصورة اللي احنا شايفينها وراكي، وبتأكد ان كل يوم رواد المهرجان بيزيدوا من أعمار مختلفة ومن فئات مختلفة. بشكرك شكرا جزيلا فاطمة خليل.